عم تعمل؟ عم جرب اترك هيك مثل مساج اذا عالم شافوا الفيديو يعرفوا هيك بشو مرقنا نحن. فيلا رأف سعادة تلميذ قلبة ومعي أليكس وتينو ونحن فتنا بخبرية انفيجن وصارنا هيك صارنا فترة علانين بالقلبة وعم نجرب نلاقي الديما اللي مخبيه مؤسس القلبة أليكسي بطرس بس مرقنا بكذا شغله وعن جد قدرنا نتخطيهم وننجح فيهم بس وصلنا لمرحله انه صرنا كل ما عم نفوت بباب باوضه عم نظهر بغير اوضه وبغير طابق حتى فكتير خايفين وكتير ما عم نعرف شو نعمل هلا خلص علقنا وما عم نقدر نعمل شيء بقى ولا حدنا في ايلين ورانا وما قول نموت باي لحظه فبس بدنا نقول انه نحن جربنا قد ما فينا ونحن نقونا لحتى نقدر نعمل هالمهمة بس انه نحن خلص بطل فينا وبعتقد هون خلصنا يعني بطل في شيء وبس يعني جايز شوفوا شو هيدا لحظة شوي الحقوني الحقوني هون كمان في زيت شي معقول هيدا الباب معقول كثير يكون عندن عريقة مع التليبورتيشن لحظة شوي هيدا الباب غير عن كل البواب هيدا معقول يقدر ينزلنا لتحت هيدا نزل لتحت معقول ننزل على الموقع يعني هيدا التابلو شايفينه من قبل لاحظت انه في غيره بالسال شو عم يعمل هون هيدا عم يتشال؟ عم يتشال لزق بالحيط شو
Under a statue, you will find.